نشرة منتصف الليل تأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز العناوين. وسط رفض شعبي، وزير الدفاع الصهيوني يصل المملكة المغربية لتوقيع اتفاقات أمنية واستخباراتية هدفها اختراق المنطقة المغاربية. في قرار مفاجئ، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يستقيل قبل شهر من الانتخابات الرئاسية. بايدن يفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. محادثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران تنتهي بلا نتائج. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. بداية، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء جلسة عمل مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دول في المشرق العربي وإيران، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية. وأكد الرئيس تبون للسلك الدبلوماسي على حسن الأداء بما يواكب الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية الجزائرية، موجها السفراء بالسهر على توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة، كما ركز الاجتماع على أهمية تمتين روابط الصلة التي تربط الجالية الجزائرية بالوطن ومضاعفة جهود التكفل بانشغالتها. يصل وزير دفاع الكيان الصهيوني بيني جانت إلى المغرب بعد 3 أشهر على إعلان البلدين الاتفاق لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما. وتحمل أجندة الزيارة ترسيم الشراكة العسكرية والاستخباراتية بين الجانبين، وكذا مخططات لاختراق المنطقة المغربية وتهديد أمنها. نحو عام مضى على هذه الصور، المغرب وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يخرجان علاقاتهما السرية إلى العلن. تولت الزيارة بعدها لترسم التعاون المريب بين الطرفين. قبل 3 أشهر حل وزير خارجية الكيان بالرباط، وها هو وزير الدفاع بيني جانتس بدوره يزور المملكة، وحديث عن شراكة عسكرية استراتيجية تعقب تعاونا أمنيا واستخباراتيا بين الجانبين مهدت له سنوات من التنسيق السري. باع الكيان للمغرب أسلحة وأنظمة اتصالات عسكرية وأنظمة مراقبة عبر طرف ثالث. وفي العام 2013 اقتنى الجيش المغربي طائرات مسيرة من إسرائيل بكلفة 50 مليون دولار، لتأتي اتفاقية تصنيع مسيرات كاميكاز الإسرائيلية في المغرب كمحطة من التاريخ الطويل من التعاون العسكري السري الذي أصبح واقعا. في الأجندة الخفية المعلنة للزيارة تنقل تقارير إسبانية أن الجانبين سيقيمان مشروعا عسكريا كبيرا شمالي المغرب، سيكون قاعدة عسكرية، فضلا عن صفقة تصنيع مسيرات الكاميكاز. وتشير هذه التقارير إلى أن الكيان الإسرائيلي يريد خفض كلفة إنتاج هذه الطائرات حتى يتسنى له تصديرها بأعداد كبيرة، ولا شك أن دفعات منها ستوجه لتقتل الفلسطينيين. التعاون بين الجانبين مكن المغرب أيضاً من اقتناء أنظمة مضادة للمسيرات الصغيرة، فضلاً عن برمجيات التجسس على غرار منظومة بيجاسوس. القاسم المشترك في هوس الجانبين برفع مستويات التعاون العسكري والاستخباراتي يكمن في سعي الاحتلال الإسرائيلي لاختراق المنطقة المغاربية وتوجيه رسائل للجزائر والتي من فكت تناهض التطبيع، فيما يمعن الاحتلال المغربي في تنكره للقضية الفلسطينية في مقابل ما يعتقده مكاسب لخنق نضالات الشعب الصحراوي. هذا وقال علي أي تشبه المحلل السياسي المغربي في تدخل سابق عبر نشرتنا من كوبنهاغن عبر خدمة سكايب، إن الشراكة بين الكيان الصهيوني والمغرب ستتجاوز قضايا الأمن والدفاع إلى اتفاقيات سرية واستخباراتية. أظن أن الشراكة المغرب مع الكيان الإسرائيلي تتجاوز قضايا الأمن والدفاع، بل تشمل أيضا يعني اتفاقات سرية استخباراتية،
حيث أن يعني الشراكة الحقيقية ذات المنفعة لإسرائيل بالتحديد، وهي يعني أن إسرائيل اليوم تعمل على تطوير صناعة مغربية محلية الإنتاج، أي طائرات بدون طيار، وهو من شأنه يعني تعزيز قدرات القوات الجوية المغربية، وبهذه الطريقة سيتمكن أيضا الإسرائيليين من إنتاج طائرات بدون طيار بكميات كبيرة وبثمن أقل بكثير في المغرب، ما سيسمح لهم يعني في المستقبل بالتموقع يعني جيدا في أسواق التصدير. هذه مسألة يعني إسرائيل تنظر إلى المغرب كيد عاملة. إلى ذلك دعا مناهضو التطبيع في المملكة المغربية إلى وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مبنى البرلمان بالرباط، رفضا لزيارة مجرم الحرب بيني غانتس إلى المغرب. وكشفت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أن الاحتجاجات ستكون موحدة في الزمان. وبالتزامن مع ذلك دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وسم لا لاستقبال الإرهاب الصهيوني احتجاجا على هذه الزيارة، في حين ينتظر تنظيم احتجاجات شعبية سلمية في كل المدن والمناطق بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. أظهرت وثيقة رسمية مغربية أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من بوابة قمة أديس أبابا عام 2017 بعد قطيعة دامت 32 سنة تحققت بفضل حملة فساد تورطت فيها الدبلوماسية المغربية ترتكز على شراء الذمم. وترتكز الوثيقة المسربة التي جاءت في شكل مراسلة سرية بعث بها مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية المغربية بتاريخ 5 مايو من عام 2014 إلى مسؤوله المباشر وزير الخارجية المغربي آنذاك على مقترحات سابقة قمة أديس أبابا تتضمن منح أظرفة مالية بقيمة 5000 يورو لكل رئيس بعثة من وفود 30 دولة إفريقية كرشوة مباشرة مقابل أقول عودة المغرب إلى الهيئة الإفريقية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة استقالة مبعوثها إلى ليبيا السلوفاكي ياين كوبيتش من منصبه بعد أن أبلغ بها مجلس الأمن بشكل مفاجئ. واكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة خلال مؤتمره الصحفي اليوم بالقول إن كوبيتش قدم استقالته إلى الأمين العام أنطونيو غوتريتش الذي قبلها مع الأسف، ولم يعطي المتحدث جوابا واضحا حول أسباب هذه الاستقالة التي تأتي قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية الليبية. في غضون ذلك يسود الترقب المشهد الليبي حول مصير ملفات الشخصيات المترشحة للرئاسيات ديسمبر الداخل، سيما الغموض الذي يكتنف قانون الانتخابات. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أغلقت باب الترشح على وقع جدل كبير حول ترشح الكثير من الشخصيات. أسبوع حاسم يرتقب أن تمر عليه المحطات التي تسبق استحقاق الرئاسيات في ليبيا، فعلى وقع الأخبار المتداولة حول الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي يانكوبيتش تشد الأنظار نحو مصير الاعتراضات التي صاحبت ترشح شخصيات لا تتحفظ بشأنها أطراف عديدة داخل ليبيا فحسب، بل تتواجد على شفا مقصلة القانون، بيد أنها تواجه متابعات قضائية في الداخل كما في الخارج. يزداد المشهد غموضا بتأكيد رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا أن نص القانون واضح، فهو يقصي المترشح المحكوم عليه حكما نهائيا فحسب، كرد على رسالة المدعي العام العسكرية التي طالبت فيها الهيئة بإلغاء إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.
لتلقي المفوضية بمسؤولية الكلمة النهائية بشأنهما إلى السلطات القضائية. جدل تصاعد صداه نحو مجلس الأمن الذي يعقد جلستي إحاطة حول الوضع في ليبيا، يتصدر فيها ترشح نجل الزعيم الليبي معمر القذافي سيف الإسلام محور النقاش، لا سيما وأن الإحاطة يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فيما كان رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة قد التقى مسؤول الهيئة قبيل الجلسة. ويأتي بحث مجلس الأمن مسألة ترشح سيف الإسلام القذافي مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، موازاة مع تأكيدات قدمتها الهيئة على أن الوضع القانوني لسيف الإسلام لم يتغير وأمر القبض عليه لا يزال سارياً. إلى السودان الآن، أين التقى رئيس المجلس أو مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ب18 عضوا من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، حيث عبر الوفد عن موافقتهم على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء. وشددت قيادة المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير بالاتفاق مع رئيس الوزراء على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد، وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي. تحتدم المعارك بين القوات الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير تيغراي والمتحالفين معها على عدة جبهات. في غضون ذلك، دعت كينيا وجنوب إفريقيا كافة الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والانخراط في حوار سياسي يشمل جميع الأطراف، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن إجلاء موظفيها بداية من الخميس. إعلان رئيس الوزراء بأحمد توجهه إلى جبهات القتال لقيادة الجيش ضد متمردي جبهة تحرير تيغراي ومناشدة الخارجية الإثيوبية الزعماء الأفارقة للوقوف بجوار أديس أبابا. تطورات متسارعة ومقلقة في الحرب الدائرة في البلاد منذ أشهر. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعلنت أن المعارك تقترب من العاصمة أديس أبابا، بل أن مطاراتها أضحت في نطاق صواريخها. ومع هذا الوضع يتزايد القلق الدولي مما يمكن أن يشكل نقطة الانعراج في الأزمة السياسية والأمنية في إثيوبيا، والتي قد تطيح بالعاصمة التي أصبحت على مرمى حجر من قوات تيغراي في مسافة تقل عن 220 كيلومتر. الأمم المتحدة أعلنت من جهتها إجلاء عائلات موظفيها الدوليين قبل أن تدعو عدة دول رعاياها إلى مغادرة البلد بأسرع وقت، على غرار فرنسا وتركيا وأمريكا التي وضعت 3 سفن حربية بالقرب من إثيوبيا لمساعدة السفارة الأمريكية عند الضرورة. وفي ذات السياق، جنوب إفريقيا وكينيا دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار بين كل الأطراف المتصارعة والانخراط في حوار سياسي يشمل جميع الأطراف. هذا وتدخل الحرب الأهلية في إثيوبيا عامها الثاني مسفرة عن مقتل وتشريد ونزوح الآلاف، أمام تحذيرات أممية وقارية من مجاعات محتملة ووضع إنساني متردي. حل الثلاثاء وزير خارجية الجزائري رمطان العمامرة بعاصمة جمهورية الكونغو برازافيل حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية. وتندرج زيارة العمامرة في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة على الصعيد القاري، في مقدمتها ما تعلق بعمل اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي يرأسها الرئيس الكونغولي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي. وفي مسعى
وأقول في مسعى منسق مع دول أخرى من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والضغط على الدول النفطية الأعضاء في تجمع أوبك بلس لزيادة إنتاجها بكميات أكبر. تتصاعد نبرة المسؤولين في الاقتصادات الكبرى حول العالم بشأن السحب من احتياطاتها الاستراتيجية النفطية بعد أن عجزت عن الضغط على منظمة أوبك وحلفائها في الدفع بمزيد من المعروض النفطي. وساهم ترسيم بايدن اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي في دفع أسعار الخام إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة وسط ترقب وحذر في السوق لمدى إمكانية تنفيذ الخطوة على أرض الواقع، غير أن ثمة هواجس أن يتحول التلويح إلى فخ تذهب إليه الاقتصادات الكبرى بنفسها وفق محللين، وستدفع ثمنه نظير تحاشي غضب مواطنيها من زيادات الأسعار. فلجوء واشنطن إلى الاحتياطي الاستراتيجي ينطوي على مخاطر رغم تخفيفه صدمة الأسعار، إلا أن تأثيره قد يكون ضئيلا بالنظر إلى الكميات المتاحة أمام إدارة بايدن لاستغلالها في تنفيذ خطوته المقدرة ب60 مليون برميل كحد أقصى. فرغم تراجع أسعار الخام عالميا خلال الأيام الأخيرة تحت ضغط ارتفاع الدولار فضلا عن المخاوف من عودة دول أوروبية إلى الإغلاق العام، إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع وسط توقعات من كبرى بنوك الاستثمار في العالم بتخطيها $100 للبرميل العام المقبل. وتبدو الدول الأخرى على رأسها اليابان والصين حاذرة أيضا في إقدام على السحب من احتياطاتها النفطية رغم نبرة التصريحات المندفعة نحو تجسيدها. وهنا تعكف اليابان بعد رفض هندي مطلق لدراسة شروط وظروف للتغلب على القيود المفروضة على السحب من احتياطاتها الوطنية من الخام. ويبدو أن الضغوط المتبادلة بين أوبك بلس والدول الكبرى المستوردة للنفط لن تهدأ قريبا بالتزامن مع تمسك تحالف المنتجين بضبط الإمدادات لصد تكهنات تخمة المعروض التي أحدثها النفط والصخر الأمريكي وضغوط واشنطن خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الأسعار فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد الذي جرفت الأسعار إلى الهاوية في العام الماضي. انتهت المحادثات النووية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اليوم الثلاثاء مجددا بدون نتائج، إلا أن الطرفين اتفقا على الاستمرار في المحادثات. وطمأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروتي أن برنامج إيران النووي سلمي وأن إيران لا ترغب في تطوير أسلحة نووية، إلا أن إيران لم توافق على طلب غروتي بالسماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع نووية معينة بما يتوافق مع اتفاق فيينا النووي المبرم عام 2015. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.